طلعنا ما مريضة أنا عندي سكر علاج ما ظل هناك علاج كله منتهي مفعوله محاصرين كل شيء ما بقى هناك عندي طفل معوق حتى ظل هناك ما قدرت أشيله مشينا 13 ساعة وقسم جثث لقيناها ملقوحة بالطريق يعني اللي طق عليهم الغام قبلنا اللي ميتين المهم زين فالحمد لله احنا وصلنا بس المخيم It means that there should be no revenge, retaliation, retribution against civilians. يخابرنا يبكي ابني المعوق يريد يجي هين هو مدلل يريد اكل زين يريد ياكل يريد وهناك ما بقى كل شيء هناك بس خبز